أرجو إرشادي إلى أسماء كتب طيبة تتحدث عن قصص الأنبياء وعن قصص الصحابة رضي الله عنهم. أرشدك أولا إلى أن تهتمي بالقرآن العظيم، فهو أعظم القصص وأحسن القصص. قال فيه جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. فيه قصص عن الأنبياء وأممهم وعن أهل الخير والشر، فهو أعظم كتاب وأحسن كتاب وأصدق كتاب. فأوصيك بالقرآن كثيرا، وأن تعتني بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه. ثم بعد ذلك من أحسن الكتب في هذا الباب زاد المعالم القيم في هذه خير العباد، والمجلدات الأولى من تاريخ ابن كثير في قصص النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخبار الصحابة، وكتابه كله طيب، البداية والنهاية كله طيب. وفي هناك كتاب مختصر للسيوطي سماه تاريخ الخلفاء، فيه فائدة طيبة. وأوصيك أيضا بحفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، والعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وثلاثة الأصول للشيخ محمد، كشف الشبهات وعدم المشي إلى الصلاة، كلها كتب مفيدة. كذلك أوصيك بمطالعة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فهو كتاب جيد مفيد. وفق الله الجميع. اللهم أمين.